صباح الخير، وحشتوني كتير كتير كتير. بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوز كده، بجد مشغولة جدا. معلش سامحوني. كمان الدرس اللي بنعمله للبنات اللي متابعة معايا، الدرس بحاول انجز فيه ان شاء الله. اول الشهر الجاي هكون مظبطة اموري كده ان انا اقدر اصور اكتر. والنهاردة بقى عشان نختصر الوقت، يعني النهاردة الفيديو ده هيكون مش كروشيه، هيكون تطريز. هنطرز شوية حاجات مع بعض كده. الوردة الصغننة الحلوة اللطيفة دي اللي هي الانيموني، تمام. هنعمل سمول روزز كده صغننين، هوريكو ازاي، وهوريكو طريقة الوردة دي اللي هي بالغرزة البرازيلية. شفت ناس او بنات كتير بتسأل عنها، بس هي المشكلة مش في شكل الغرزة، هي المشكلة دايما بتكون في ازاي بترسميها كده. فانا هوريكم النهارده نعملها ازاي. بس قبل ما نعمل ده حابه اوريكم شويه شغل كده عملته. الناس اللي متابعاني على الانستجرام بتشوف الحاجات دي، لكن مش عارفه كلكم مشتركين ولا لا، او كلكم عاملين فولو على الانستجرام ولا لا. لو انتم مش عاملين فولو روحوا اعملوا فولو دلوقتي، هتشوفوا حاجات كتير قوي هتعجبكم، صور الحاجات انا اشتغلتها، في حاجات لسه ما نزلتش. فانا هوريكم النهارده شويه من الشغل اللي عملته الفتره اللي فاتت. بصوا كده، الناس بتوع اللي هم على الانستا شافوها، شافوا البوكس ده، تمام. وناويه ان شاء الله اعمل غيره. هو علبه خشب عاديه زي دي كده، عايزه اوريها لكم. بصوا كده، هي علبه خشب عاديه زي دي. ما تضحكوش عليا، انا حاطه فيها حاطين فيها الفلوس الفكه. المهم البوكس ده، الخشب ده بجيب عدد يعني منهم وبشتغلهم. بحب قوي انا القطيفه الاحمر واخضر والوان كده، فهعمل مجموعه من دول ان شاء الله. الباترونات دي الناس اللي سالتني عليها، الباترونات دي تصميم بتاعي انا برضو. ممكن انا بحاول ارسمهم بي دي اف، بس زي ما انتم عارفين الناس اللي متابعيني، انا عندي الولاد يعني واخدين وقت كتير قوي، فللاسف مش بلحق اخلص حاجات كتير، لكن مش منفضه خالص والله. دي زي ما قلت لكم بينك اوشن، تمام، للدبابيس. بس دي يعني دي الخاصه، دي بتاعتي انا، مش للبيع، تمام. الحاجات التانية اللي هشتغلها على احجام تانية قريب ان شاء الله هتنزل على شوب، ونقدر يعني نشوف الناس لو حد بيحب يشتري الحاجات الهاند ميد دي، هتبقى يعني اسعارها معقوله جدا. دي الباترونات كمان اللي هيحب يشتريها يقول لي، هي اسعارها رمزيه جدا. انا بس هخلص رسمها بي دي اف، ويعني الموضوع هيبقى بسيط وسهل قوي. ممكن يبقى تحويل على فودافون كاش مثلا او حاجه كده، اسعار بسيطه جدا، ما تقلقوش خالص. الباترونات دي تمام. في كمان باترون تاني عايزه افرجه لكم، الناس برضو اللي متابعاني على الانستجرام شافته، شايفين دي، دي كوشن مخدات، تمام. كفر للكوشن بتاعت الركنه عندك، وات ايفر يعني، المكان اللي انت هتحطيها في الليفنج مثلا، تمام. اتفرجوا بقى عليها كده. اوكي، برضو الباترونات دي ان شاء الله قريب جدا جدا والله هنزلها. الباترونات دي بتاعتي برضو، تمام. بصوا التفاصيل، قولوا لي لو حابين اعمل لكم فيديوز عن حاجه معينه، في حاجه في الحاجات دي حابين تتعلموها، يعني سيبوا لي كومنتس. يا بنات يا ريت لو ما حدش اشترك، بليز 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 اشتركوا في القناه وسيبوا لي كومنتس حلوه، سيبوا لي لايك. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش، سهل يعني اللايك، سهل جدا بجد، عشان شجعوني استمر في القناه. يعني بصراحه اوقات بحس ان انا زهقانه ومش عايزه اكمل، بس برجع تاني لما اعمل شويه حاجات ببقى عايزه اشاركها معاكم. وبرده ما تنسوش تشتركوا على الانستجرام، نزلوا تحت في الديسكربشن بوكس، خشوا على اللينك بتاع الانستجرام، هتخشوا تعملوا فولو عشان تتابعوني وتشوفوا الحاجات الجديده اللي بنزلها، تمام كده. دول الحقيقه اخر حاجتين اشتغلتهم، اشتغلتهم يعني تطريز. في حاجه بشتغلها دلوقتي بس لسه ما خلصتش، اوريها لكم برده، تمام كده. حابين تسالوني عن اي حاجه، اوكي تمام. ده ايج او حافه كروشيه، انا شغلها كروشيه خيط، خيط ده مصري على فكره، لطيف. انا جربت اغسله لقيته كويس، او الدرجه دي تحديدا لقيتها كويسه. صور الحاجات دي كامله موجوده على الانستجرام، خشوا شوفوها. كمان الحاجه اللي بشتغلها دلوقتي هي دي، ده حاجه كنت عاملاها انا هاند ميد، تمام، دريس كده انا اللي كنت مفصلاه يعني، وكان الباترون برضو بتاعي.
اشتغلت عليه ده ولسه مخلصش، شايفينه هخلصه هنا وبعدين هشتغله هنا، اكمل يعني الشغل بتاعه على الاساور بتاعت الكم. تمام، بس دول اخر حاجة اشتغلتها الحقيقة تطريز. وهنا زي ما انتوا شايفين ده لسه هيكمل فيه شوية، ده مش عارفة باين ولا لأ، او باين. ده شايفين الخط اللي بره ده لسه يعني هشتغل عليه، هكمله يعني وبعدين هيتقص وهيشتغل حواليه ايدج من بره كروشيه، وده هيبقى زي اللي هو الاندر لاين بتاع القهوة او الشاي او النسكافيه، بيتحط عليه الكاب كده. تمام، هنا كده هظبطها لسه وهتشوفوها. هنا كمان العكس بقى، هعمل العكس، المكان اللي هيبقى فارغ هنا هيبقى في النص برضو ان شاء الله، هيبقى مفرش كروشيه وهبتدي ان انا اشبكه في الـ في الـ في القماش ده. القماش ده قماش كان عندي على فكره، وانا لما بلاقي فيه عيوب، انا بعمل ده فعلا، بلاقي فيه عيوب انا بحاول ان انا اسيطر عليها وان انا اشتغل عليها عشان اداريها واستغل القماش، مرميهوش او ما ضيعهوش. تمام كده، بحب انا موضوع على فكره الريسايكلينج ده قوي، اللي هو الحاجه تستغليها باكتر من شكل يعني. تمام، فلحد هنا ده الحاجات اللي انا اشتغلتها، لو كنتوا حابين بس تشوفوا ده. من دلوقتي هبدا، اللي مش عايز يكمل الفيديو خلاص فهتوقف هنا. من دلوقتي هبدا اشتغل شويه تطريز. تمام كده، فتعالوا بقى نبدا مع بعض. هنا انا هشتغل، بصوا الورده دي زي ما قلت لكم اللي هي اسمها انيموني. تمام، حبيت اشتغلها بالطريقه دي. الخيط ده بصوا، في خيط كده حلو قوي، هو الخيط اللي انا شغاله بيه دلوقتي ده مصري، شغاله بيه دلوقتي حالا يعني. بصوا الخيط اللي هو ده، اللي هو الخيط الجنجان ملون ده، ماشي، فبيطلع معايا الحاجه فيها درجه. ده كان خيط تاني لون سادة لوحده، بس انا حبيت ده اكتر. اوكي، فهشتغل معاكم الانيمونة دي، وهنشتغل وردة زي دي كاملة، وهوريكم ازاي نرسمها وتطلع. بصوا انا هقول لكم حاجة مبدئية، الوردة دي او دي انت بتبص لها كده من فوق، يعني دي منظور من فوق، انت شايفاها من فوق الوردة عاملة كده. تمام، طيب ايه الفرق ما بين دي مثلا وما بين دي؟ لا دي بصوا كده، وده الفرق اللي بشوف بنات بتحاول تشتغل الغرزه بس مش بتطلع معاها ناجحه قوي. هنا شكل الورده ايه؟ انت بص لها من الجنب، تمام؟ شايفه ازاي؟ فده طريقه رسم يعني. بصوا يا بنات، التطريز صحيح هو فعلا باترون وبتمشي عليه، بس ده بيفضل ليفل معين، عليكي ان انت لو حابه الموضوع بقى تطوري الليفل ده. لازم يبقى عندك مهاره الرسم، تبقى يعني عندك المهاره بنسبه معقوله، ولو مش عندك هي مهاره مكتسبه اصلا يعني. ما تقوليليش لا اصل مش عندي موهبه، لا الموضوع مش كده خالص، انت تقدري تطوري المهاره دي. زي ما انا هوريكم ازاي، هنجيب القلم اللي هو الحراري ده، نرسم الورده دي هنا كده، او نرسم احسن منها كمان، ونطرزها ازاي مع بعض. خلينا نبدا دي وبعدين نعمل الورده الثانيه. طبعا اللي مش عاجبه حاجه او حته في الفيديو معين يقدر يجري او يمشي شويه. فتعالوا نعمل الانيمونز دي وبعد كده نعمل الورده الكبيره. بصوا بقى كده، بتهيألي شايفين، او ممكن نكبر شويه. طيب انا بشتغل كده الغرزه اللي هي البرازيليه على ابره واحده عشان اخلي الحجم صغير شويه. تقريبا عملت 8 وحدات. انا هرسم لكم الورده اللي انا شغاله عليها برضو عشان تبقي سهله تعمليها. هي دايما بتكون دواير، يعني ايه؟ يعني انا مثلا يعني برسم دايره، تمام، وجواها دايره صغيره، انا عايزه تطلع ثلاث ورقات او ثلاث بتلات، فبعمل كده بقسمهم ثلاثه زي علامه المرسيدس كده. تمام، والابره بتطلع من هنا تدخل هنا، تطلع من هنا تدخل هنا، تطلع من هنا تدخل هنا، فبتطلع لي يعني ده سمك الايه الورقه. تمام، لكن الابره بتكون بتتحرك في الدايره الصغيره، وبتكون ثلاث يعني عندي هنا ثلاثه كده. تمام، اهي انا هوريها لكم هنا، كمل باقي الدايره، ادي نقطه، ادي الثانيه، ادي الثالثه. فانا هعمل زي ما انتم شايفين كده، بصوا
اتاكد ان انتوا شايفين. ايوه تمام، هعمل كده. طبعا انا عارفه اصور معاكم الصبح بدري، الولاد نايمين بقى، فقلت فرصتي ان انا اصور شويه. تمام اوكي. وبعدين بعمل كده، بصوا كده، 2 3 4 5 6 7 8. التزمي بعدد معين يطلع لك الحجم اللي انت عايزاه عشان ما تنسيش او تتلخبطي، مثلا لو هتاخديها بالشبه هتبقى مزعجه شويه. شايفين الورقه اللي بره كده، انا عايزاها كده اصلا. طيب ادي النقطه ايه الاولانيه، ادي الاولانيه، ادي الثانيه، ادي الثالثه اهي. بصوا 1 2 3، 3 نقط دول على الدايره الصغيره بوزعهم ايه بمسافات متساويه. طيب عشان اعمل ثالث ورقه، كده برفعها كده، وبعدين بص بعدي ازاي، بدخل ايدي من تحت الخيط كده. تمام، من تحت يعني اهو الخيط سايباه كده، دخل ايدي من تحتيه اهو، دخل الصباعين دول تحتيه كده، وافتح ايدي كده، افتحها كده، وبعدين اميل ايدي كده، عملت زي فراغ، ادخل الفراغ ده كده، واحد في الابره واشد، 2 كده كده، 4 5 6 اهو، 7 8 9، لا سوري، طب تمام 8 خلاص اوكي، 9 مش هتفرق عن 8 كتير. تمام كده شايفين، شلت وادخل هنا. تمام دي اهي زي المتوسطة دي، زي الصغيرة دي، بس انا بقى هنا هعمل حاجة مختلفة، عايزة اعمل حواليها ورقات تانية. اعمل كده 1، ايوه ادي 3 علامات، اعمل ورق اكبر. طيب هعمل ورق اكبر، فالمسافة ما بين النقطة 1 والنقطة 2 والنقطة 3 هتكون اكبر شوية، وكمان هستخدم ابرتين. اعمل بقى فين، مش بعيد قوي كده، لا اقرب شويه اهو، ادخل الابره كده، اطلعها من هنا، ادخل ابره كمان اهي من نفس المكان، تطلع جنب التانية تقريبا يعني. اوكي تمام، الخيط فوق اهو، ممكن تخليه تحت او فوق مش مشكله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اوكي مفيش مشكلة. تسحبي الابرتين او تشدي واحدة وتشدي ابرتك اوكي، او تسحبي الاتنين مع بعض مش هتفرق كتير. هي دي ورقة، ادخل بقى ايه، انا دخلت خلاص بقفل كده، اطلع من النقطة التالتة اهي كده. الفكرة ان انتي تعرفي الاول يعني الغرزة اللي هي بيسموها الكاست اون اللي انا بعملها دلوقتي دي، تقدري تشكلي بيها حاجات كتير، تقدري تعملي بيها ورق شجر اصلا، تقدري تعملي بيها حاجات كتير، مش بس الوردة البرازيلية دي. تمام، بس هي الفكره في ايه كلها، انت بترسمي الورده ازاي، هي دي البوينت، ودي مش بتكون غالبا بتهيألي يعني بتبقى مش موجوده في كل الباترونات اصلا، رسمه الورده دي ازاي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 زي ما قلت لك، يا بتشدي الابره اللي هي الفاضيه او بتسحبي الاثنين مع بعض مش هتفرق. اهي
اوكي شايفين الورق مفتوح ازاي؟ لو عديتي الابره كده، لو عديتي الابره كده الورقه بتقوم تقف، تمام؟ فالشكل اللي يريحك وتحبيه اعمليه. اوكي طيب اطلع من النقطه الثالثه، ادخل في النقطه الاولانيه بقى عشان اعمل اخر ورقه عندي. احط الابره كمان. الابره تبقى جنبها بس مش مشكله يعني. طيب اوكي لف كده خيط احسن يكون تحت احسن يعني. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. لف لفت في ابره واحده بس، طلعها بقى. ستة صح، سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. بشد الابرتين او ابرة والتانية طلعت مش فارقة. خلاص تمام كده اوكي. شايفين شكلها؟ ممكن اجي هنا اعمل، عندي لسه شوية خيط اوكي، ممكن اجي اعمل واحدة صغننة اللي هي بقى اللي هي بالغرزة التانية اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، دايما بعملها تمانية اهي. هي دائما اسمها بايلون ستيتش تقريبا او بيلون ستيتش حاجة كده، نسيها دلوقتي بصراحة. ماشي برضو تلات نقط، واحد اتنين يعني عشان نشوفها بقى، واحد اتنين وفي النص التالت لازم يعملوا زي مثلث النقط اللي انت بتخشي منها بالابرة وتطلع تمام. بصوا هلف برضو تمانية، واحد اتنين تلاتة اربعة ستة سبعة تمانية. تقريبا في واحدة فاتت تمام، وبعدين اخر واحدة صغننة مش مشكلة نلزقيها فيها على طول. تلاتة أربعة تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية كفاية تمانية. دخلها كده كده نبقى عملنا وردة صغننة جنبها. بعدين اقفل الظهر كده. مش هتفك، مش محتاجة تطريبات كتير اوي. عندي بقى ايه العلبة الصغننة، عاملة علبة كده احط فيها بواير خيوط مش عارفة ليه، شفت مرة فكرة عجبتني. تمام هنعمل بقى في النص الخيط ده برضو مصري يعني. في انواع قماش كده بحب اشتغل معاها الخيط المصري، وفي انواع قماش تانية لا بحب اشتغل معاها الخيط اللي هو انتوا عارفينه اللي هو المجدول ده، او اللي هو الخيوط اللي هي التانية دي اللي هي في انواع خيوط كتير قوي على فكرة. اللي هو ده حلو قوي عامل زي الحرير كده بيلمع، قريب شوية من الحرير. تمام بصوا بقى هنعمل
بحس كتير قوي ان فيديوهات التطريز محتاجة تكون يعني مش لازم فيها صوت او كلام، بس بما ان الجو فاضي عندي دلوقتي قلت بقى بس فرصتي بقى اعمل الفيديو براحتي من غير ايديت وقطع الصوت والدوشة دي. كم حد هنا بيتابعني يا بنات بيتابعني عشان التطريز؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس كم حد بيتابعني التطريز، وكم حد يعني اللي بيتابع عشان الكروشيه يكتب لي كروشيه، واللي بيتابع عشان التطريز يكتب تطريز. ده يعني هيفرق معايا كتير قوي بعد كده في اختيارات حاجات معينه. وعلى فكره الدريس انا ما نسيتوش خالص، انا بس بعمل حاجه سربرايزنج كده هتشوفوها تعجبكم قوي قوي، هتحسوا ان ايه ده، طب ده احنا ممكن يعني انا هحول الموضوع بشكل عملي جدا جدا، بحيث ان اللي فيكم هتعمل الدريس بتاع ماري كاسترو هتعمله وهتلبسه فعلا، محجبه او كنتي غير محجبه بس هتلبسيه لان هو يعني حاجه سربرايزنج كده بجد بجد، ان شاء الله هتعجبكم جدا، هصورها لكم في الانستجرام لما اخلصها. عايزه اقول لكم ان الدريس الابيض اللي بدات فيه عدلت فيه شويه تعديلات كده، ممكن اوريه لكم على فكره. كم حد كمان هنا، بما اننا بنتكلم ندردش مع بعض، كم حد هنا مهتم بالصحة وبالطب البديل والحاجات دي؟ قولولي كده لو انتم مهتمين، اصل انا ادمنت الموضوع ده بقالي فترة، لو مهتمين قولولي. تمام، لو مش مهتمين قولي لا مش مهتمين وبطلي رغي خش في الموضوع على طول. كم حد مهتم بالشعر والبشره وبيتابع الحاجات دي وعنده تجارب مثلا مع الزيوت الهندي؟ لان انا عندي تجربه معاهم الحقيقه. كم حد بياخد مالتي فيتامينز عشان يظبط نفسه كده يعني؟ تعالوا نتكلم يعني. جايه لكم تاني، بصوا بقى جايه لكم تاني نشتغل الورده دي، قولوا لي لو حبيتوا نوعيه الفيديو اللي زي ده ولا لا.